أهلاً وسهلاً فيكم في فيديو جديد معي أنا عطاوسات من خلال صفحتي على الفيسبوك عطاوسات فوتوغرافي، خلال قناتي على اليوتيوب كمان بنفس الاسم عطاوسات فوتوغرافي. اليوم رح نتحدث عن موضوع كثير مهم للأشخاص اللي حابين يتعلموا التصوير، بغض النظر عن الطريقة اللي بدهم يتعلموا فيها التصوير أو الأداة اللي بدهم هم يستخدموها. إذا كان الشخص اللي بيتعلم التصوير وبيستخدم التليفون أو الموبايل، لازم يعرف إنه في هناك دائما محدودية، أو معنى إنه في هناك أشياء ممكن تكون في هناك اختلافات من ناحية المقارنة. الاختلاف الواضح ما بين التصوير من خلال الموبايل والتصوير من خلال التليفون على مستوى الصورة الفوتوغرافية هو الجودة، بحكم انه الكاميرا بتملك مستشعر اكبر وبتملك امكانية اكثر من ناحية انه هي بتقدر تستخدم عدسات، بتقدر تستخدم بعد بوري، بتقدر انها تستخدم او تتعامل مع فوتونات الضوء اللي بتوصل للمستشعر تحول الصورة لجودة عالية، بعكس البليفون اللي ما في عنده إمكانيات. في هناك بعض الأمور الجديدة اللي طلعت اللي هي مساعدة حديثا يعني من الكماليات، لكن ما بتقدر يعني لحد هلأ ما في مجال إنه بحكم المستشعر اللي موجود في اللي بيناسب حجم الموبايل مقارنة مع حجم الكاميرا، إنه يكون في هناك إمكانيات إنه الموبايل يتفوق على التليفون من ناحية الجودة للصورة. والجودة إحنا نقصد فيها الجودة أثناء التصوير وفي مرحلة الطباعة، هذا من ناحية. لكن على العكس تماما، هناك إمكانية إنه التليفون يتفوق على الكاميرا في موضوع الفيديو، بحيث إنه يكون في هناك إمكانيات أسرع، حتى لدرجة إن اليوم صار لنا إمكانيات إن نقدر نعمل أفلام من خلال استخدامنا للموبايل أو بعض أنواع الأجهزة الجوالة أو الموبايل، بإمكاننا إنه إحنا نصور فيديوهات وبشكل سريع ننزلها على السوق، بمعنى أو إنه إحنا نستخدمها. الكاميرا لازالت متأخرة في هذا الموضوع لأنه جودتها عالية وتتطلب بعض المراحل أو الإجراءات اللي لازم تتم بعد التصوير حتى نوصل مرحلة إنتاج فيلم أو فيديو أو أي محتوى. خلينا نركز على موضوعنا الرئيسي. الموضوع الرئيسي بيتحدث حول نقاط معينة حاول أطرحها اليوم أنا بطريقة سلسة، بطريقة هيك يعني تخليكم متشوقين لموضوع التعليم، بطريقة اللي فيها نوع من الخروج عن المألوف. طبعا في طلابي تقريبا كلهم سمعوا في بداية التعليم هاي المسميات اللي أنا راح أطرحها حاليا واللي أنا راح أعدها على 4 مراحل للتعليم. المرحلة الأولى راح أسميها بعرفش إني بعرفش. المرحلة الثانية راح أسميها بعرف إني بعرفش. المرحلة الثالثة راح أسميها بعرف إني بعرف. المرحلة الرابعة بعرف نسيت إني بعرف، نسيت إني بعرف. طيب شو يعني هذا الكلام؟ طبعا استغربت شو يعني بعرفش إني بعرفش وبعرف إني بعرفش وبعرف إني بعرف ونسيت إني بعرف. تعالوا أبسط الأمور عليكم بطريقة اللي انتو ممكن انكم تصيروا تحبوا انكم انتو تتعلموا بعد ما تسمعوا هذا الشرح المفصل حول كل نقطة. لنبدأ موضوع بعرفش اني بعرفش. تعالوا ناخذ مثال مش على كاميرا او موبايل، على اي موضوع، اي موضوع تكنولوجي طلب منا إنه إحنا نتعامل مع تقنيات. شو مكان نوع أي أداة إحنا بنشتريها وبنتعرف عليها في بداية الأمر
اللي بصير معنا إنه إحنا بنعرفش شيء، بمعنى إنه أنا ما بعرف إنه الجهاز اللي أنا بدي أستخدمه حالياً بيشتغل بهاي الطريقة، فهذا شيء أنا بسميه بعرفش إني بعرفش. فشو يعني شو نجيب المثال؟ نجيب مثال على تلفزيون جديد، جيب المثال على غسالة، جيب المثال على ميلونيكس، جيب المثال على أي شيء بيخطر على بالكم اللي هو أداة بتتطلب منا إنه إحنا نستخدم بعض إنه نتعرف على بعض الأزرار، بعض يعني الأشياء اللي أنا لازم أنا أعملها بشكل مرتب من أجل إني أنا أوصل لمرحلة النتيجة اللي هي بتحتم علي أوصل إلها. فبعرفش إني بعرفش هاي المرحلة الأولى. لما أنا بمسك الكاميرا وببلش أطلع عليها بعرفش إشي. حتى الأجهزة الخلوية الجديدة كمان نفس الإشي، لما بيطوروا عليها أمور إحنا بنكون منعرفش إنه إحنا منعرفش. إمتى بنعرف إن إحنا منعرفش؟ لما نقرأ مثلا كتالوج أو الأشخاص الآخرين بعلمونا إنه لازم تعمل هيك، لازم تسوي هيك، لازم تضغط على هذا الزر، تضغط هون، تعمل هون فتطلع معك هاي النتيجة. هون إحنا بنوصل لمرحلة إنه إحنا بنعرف إنه بنعرفش. هلا وصلنا مرحلة إنه إحنا بنعرف إنه إحنا بنعرفش. طيب شو يعني المرحلة الثالثة؟ بعرف إني بعرف. بعرف إني بعرف هاي المرحلة أنا بعتبرها الأخطر في كل المراحل اللي الأولى اللي سبقتها، لسبب بسيط جدا يا جماعة، اللي هي مرحلة إنه الشخص بيكون كتير منشغل في قضية إنه يطبق الشيء اللي هو له علاقة في التقنيات، في الأزرار. مثلا في صعيد التصوير لو تحدثنا عن موضوع إنه إحنا تعرفنا على الكاميرا وحكينا إنه في مثلث تعريض، مثلا على سبيل المثال إنه مثلث التعريض مكون من فتحة العدسة اللي هي لها نظام معين، سرعة الغالق له نظام معين، الايزو او حساسية المستشعر للضوء. فعملية الملائمة بيناتهم تشغلني في قضية بعرف اني بعرف، يعني بمعنى اني انا بكون منشغل اكثر في قضية في قضايا تقنية، في تقنية في قضايا العلاقة بالفيزياء. فهذا الشيء انا كمبتدئ او كمتعلم بحس اني انا تعبان من هذا الموضوع. ليش؟ لأني بدي أوصل للمرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة اللي هي إحنا شو بنسميها؟ نسيت إني بعرف، بمعنى إنه العقل الباطن. لاحظوا إنه أنا دائما في كل مرة بتحدث فيها بتحدث عن موضوع العقل الباطن. العقل الباطن بسجل عنده الأشياء اللي هو بيعرفها عن أي موضوع أو تعلمها عن أي موضوع. فبالتالي بصير في عندي شيء اسمه تحصيل حاصل، بمعنى اني انا بقدر اعمل الشيء بناء على التجربة اللي انا وضعتها في داخل نفسي في عقلي الباطني. فبالتالي بصير في هناك عندي مسألة نسيت اني بعرف، بصير استخدم الامور بناء على التدريب والتمرين. بقدر بسرعة بسهولة جدا انا اشتريت غسالة على طول، تشك تشك بفتح الباب بدخل الغسيل بحط المادة بضغط على الأزرار كل شيء تمام، تشيك بسكر الباب بروح بعرف كمان 5 دقائق 10 دقائق التوقيت شو نوع الغسيل اللي أنا عملته بعرف خلاص. إنه صارت المسألة عبارة عن تحصيل حاصل. إذا أنا بدي أجيب مثال أكثر تطرف يعني أو أكثر ملفت للنظر لكم أو نكون ملفت للنظر، بقول بتعرفوا الأشخاص اللي هم بيعملوا الشيء بدون ما يطلعوا عليه؟ مثلا الشخص اللي بطبع على الآلة الكاتبة بدون ما يطلع الأحرف، يعني بيكون بطبع وأصابعه بروحوا على الحرف بالضبط اللي هو لازم يطبعه، بكتب الكلمة بدون ما هو يركز. لكن تذكروا شغلة واحدة في البداية، لما كان بيعرفش إنه بيعرفش
كان يرى كان يفتش على الشيفت ويفتش على الكابس ويفتش على الحرف وين موجود. فكان في المرحلة الأولى كان متخبط في مسألة إنه يتدرب بين عقله الواعي وعقله الباطن من أجل إنه يوصل مرحلة إنه نسيت النبارة، بمعنى إنه خلاص أصابعه صاروا عارفين لحالهم إنه وين هو رح يوصل. لذلك نعود كمان مرة للتصوير الفوتوغرافي لما إحنا بنتعلم أي موضوع، تعالوا نحط هاي النقاط أمامنا ونربطها في أمور تانية حتى إنه إحنا نشعر بالفعل إنه إحنا لازم نوصل مرحلة التحصيل حاصل، مرحلة إنه الأمور التقنية نسيناها، خلاص صرنا عارفين إنه إحنا لما بدنا نصور نحتاج إضاءة، لما إحنا بدنا نصور نحتاج خلفية مناسبة، لما إحنا نصور نحتاج وضعية معينة، لما إحنا نصور نحتاج إنه إحنا نتعامل مع أمور تقنية في الكاميرا كمثلث تعريض أو كاستخدام بعد بوري صحيح، استخدام العزل أو غيره، أو إمتى إحنا بدنا نصور بعدسة واسعة، إمتى بدنا نتصور في عدسة ضيقة. فالأمر كلياته مرتبط في المراحل هاي، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. بعد المرحلة الرابعة مباشرة تبدأ المتعة، بمعنى إنه أنا بتخلص من موضوع التقنية، بتخلص من موضوع الشيء اللي هو له علاقة بالفيزياء، بتخلص من الموضوع اللي هو له علاقة في قضية كل شيء تقني، وبتحول بشكل تلقائي لموضوع آخر تماما، موضوع غير مرئي، موضوع مرتبط فيه في خيالي في إبداعي. فمرحلة المتعة الحقيقية بتبدأ ما بعد نسيت إني بعرفش. تذكروا إنكم أنتوا لازم توصلوا لمرحلة نسيت إني بعرفش. لما تنسوا إنكم أنتوا بتعرفوش، المقصود في كلامي هو إنه تحويل الأمور التقنية إلى تحصيل حاصل. تخيلوا حالكم لما أنتوا بتتعلموا سواقة وفي البداية تقعدوا جنب الأستاذ، تعرفوش كيف بتغير الغيار، تعرفوا كيف تستخدموا الجير، تعرفوا كيف تستخدموا إذا تصور يعني بتتعاملوا مع سيارة يدوية، بمعنى إنه فيها كلاتش وفيها دعسة شوية، نص دعسة مع دعسة على أساس إن السيارة تمشي، تحطوا الغيار. في البداية راح تكونوا أنتم في مرحلة إنكم أنتم ما بتعرفوا. لما انتم بتبلشوا تتعلموا بتصيروا انكم انتم بتعرفوا انكم ما كنتوا تعرفوا. لما ببلش التعليم يوصل مرحلة انكم تطبقوا بتصيروا تعرفوا انكم انتم بتعرفوا، بمعنى بلشتوا تتدربوا. طيب لما تاخذوا لكم 20-30 درس خلص الموضوع، تيجي تقدموا الامتحان بتنجحوا، تصيروا السيارة، بتدخلوا على السيارة، في البداية راح يكون في عندكم لسه انتم في المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة ما قبل نسيتني بعرف. بعد ذلك شو اللي راح يصير معكم؟ راح يصير معكم انكم راح تستخدموا ايديكم، غيروا الغيار، راح تعرفوا كيف ترجعوا السيارة الريفرس، راح تعرفوا كيف انتم تتعاملوا مع التجاوز. كلياته ناتج عن شو؟ عن ما هو مخزن في عقلكم الباطن. اوكي؟ عقلكم الباطن هو خزن كل هاي الأمور الكرتات، فحطها في مكانها الصحيح. بتبلشوا تبدعوا، بتبلشوا تستمتعوا في الموسيقى وانتوا بتسوقوا في السيارة، بتبلشوا تخرجوا من موضوع العصبية اللي هي كانت في المرحلة الثالثة، مرحلة التعلم. فالمرحلة هاي هي المرحلة اللي دائما بتضغط علينا وبتحسسنا انه اما انه احنا بدنا نتراجع. فبالتالي في ناس يعني انا مروا علي طلاب في ما بين مرحلة بعرفش إني بعرفش وبعرف إني بعرف اللي هي مرحلة التمرين، صار عندهم حالة من الياس، خلص أنا مش قادر أستمر. ليش؟ لأنه هنا هو عنده بصير هو في مرحلة الضغط. فلازم تعرفوا إنه
إذا بدكم توصلوا مرحلة إنه نسيت إني بعرف، بمعنى إنه التقنية تتحول إلى تحصيل حاصل، لازم تعرفوا إنه بتحتاجوا إنكم أنتوا تبذلوا جهد في التمرين، تبذلوا جهد في فهم التقنية، تبذلوا جهد في الاستماع للمحاضرات، تبذلوا جهد في الأسئلة، تبذلوا جهد في شغلات كثيرة حتى توصلوا النتيجة. يعني أي إنسان بيمتهن أي مهنة شو ما كان نوعها، سواء كانت علمية سواء كانت فنية سواء كان، دائما عنده هاي المراحل بمر فيها. أي شيء بنتعرف عليه بيبدأ في بعرفش إني بعرفش، وبنتهي في إني نسيت إني بعرفش. أرجو إنه الأمور تكون واضحة، جبتها بهاي الطريقة حتى أنا أعملكم تشويق للتعليم. فبتأمل إني أنا أكون ما طولت عليكم والفكرة وصلت. ما تيأسوا من موضوع التعليم، فيش إشي ممكن إحنا ما نتعلمه وما نفهمه وما نعرفه، لكن تأكدوا شغلة واحدة، إنه الإبداع بيبدأ ما بعد، إنه لما الأمور بتكون عبارة عن تحصيل حاصل. تحصيل حاصل إني أنا أعرف أعمل الأشياء بشكل تلقائي اللي هي بتلائم الكون اللي حولي، من أجل إني أنا أوضع إلهامي الشخصي في، أو خلينا أقول إبداعي في إخراج الرسالة أو الصورة بأسلوب مميز واستثنائي. يعطيكم ألف عافية.